يحتل شهر رمضان مكانة بارزة في عادات وتقاليد المصريين على مر العصور، وتبقى السهرات الرمضانية مصدرا للبهجة والتقاء الأهل والأحباب وصلة الرحم في ليالي رمضان المبارك. تظل العادات والتقاليد المصاحبة لشهر رمضان الكريم في جميع المحافظات واحدة لم تتغير، ففي محافظة الصعيد تعد السهرات الرمضانية إرثاً قديماً وعادة وتقليداً أصيلاً يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد بما يتضمنه من أجواء روحانية. وعند قدوم شهر رمضان المبارك تفتح العائلات دواوينها لإحياء ليالي الشهر الفضيل بالقرآن الكريم والابتهالات والتواشيح التي يتخللها حوارات ومناقشات بين أفراد العائلة طوال مدة السهرات الرمضانية داخل ديوان العائلة. ففي قرية الأشراف البحرية البطاطخة بمحافظة قنا تتسابق أغلب عائلات القرية في جعل الدواوين في أبهى صورها. هنا احنا يعني رمضان كريم، الاحتفال برمضان كريم وأواصر الصلة بين الناس والمواطنين، بنبتدي من المغرب صلاة المغرب، ثم بعد ذلك بنفطر بعد صلاة المغرب، وبعد الإفطار بيبتدي الشاي والقهوة، كل واحد عنده كنافة حلويات بيجي بيها، وكله يختلط في المأكل والمشرب والحب، لأن رمضان هو الحب. الأجواء اللي بتتعمل طبعا بيسهروا، بيجيبوا خطيب، بيسهروا الخطيب 30 يوم، بعد كده طبعا بياخد كل واحد فيهم يومين أو ثلاثة الليالي بتاعته. في هذا الشهر الكريم بتبقى فيه طبعا الزياره لجميع الدواوين هنا مع بعض، والناس في فرحه شديده، وسبحان الله تعالى هو شهر ده ليه يعني ميزه مخصصه في كل عام، يعني فنسال المولى تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وأن نجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وكل عام وأنتم بخير. تحرص العائلات على إحضار قارئ يتلو ما يتيسر من القرآن الكريم بشكل يومي عقب صلاة التراويح، فضلا عن تبادل الزيارات وتقديم التهاني بالشهر الكريم والإفطار المجمع لأبناء العائلة. احنا بنقيم احتفالاتنا في رمضان في الليالي وفي الدواوين عندنا، ونحتفل بذكر الله والآيات القرآنية، ونجيب الأحباب والأهباب والأخوة كلها وفي صلة رحم عندنا، ونتدابق يعني أنه نروح على بعضنا، نتبادل مع بعضنا في رمضان، كل منظرة أو كل ديوان يروح الديوان الثاني ونشوف أخواتنا في الدواوين. تتسابق العائلات على إحياء ليالي رمضان من خلال السهرات باستخدام أفضل المقرئين والمنشدين وتقديم موائد الإفطار، وذلك نوع من التماسك والترابط بين أبناء العائلة يعني، وهذا كله لا يتعارض مع الحضور الديني لهذا الشهر المعظم. دي عادات وتقاليد بتاعتنا من أيام الجدود، اتعودنا على كده، نطلع في المغرب فطار ونعزم الناس ونعزم الأقارب، وبتربطنا بصلة الرحم مع بعض. وتبقى السهرات الرمضانية مصدرا للبهجة والالتقاء للأهل والأحباب وصلة الرحم في ليالي شهر رمضان التي تمتد أحيانا حتى أذان الفجر في معظم الدواوين العائلية، لتضفي أجواء ساحرة تأسر قلوب المحبين وتغري الصغير قبل الكبير على الحضور.